بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 22/1/2016. حاليا احنا بعمان بصحار، حنشوف الشباب داخل. يلا حيا حيا. صفطنا الحين. السلام عليكم. شوف شباب. شوف شايفين لنا. كذاب كذاب. سلفون بالاجواء الطيبة. نورتوا نورتوا حبيبي. لما وصول المجموعة الثانية. مع السلامة. هاو ار يو؟ مع السلامة. مع السلامة. حاليا جدول الرحلة. جدول مريح في نفس الوقت، ما نريد نضغط على سياراتنا. فان شاء الله بكره الساعه 8 نطلع من هنا، يعني يكون ايه ما فيها البراك ضيق شوي. اذا اخذنا من ايه زين بخليكم انتظر عشان تعرفكم تعبانين يعني. ف انت بالمقص ما شاء الله يعبد النوم هذا والله. اليوم انا لا بس انا اليوم متهاوش المهم لا بس بصراحه كان اموره طيبه يعني الساعه 7 او الساعه 7 واحد غريبة يمكن شيء غريبة. معنا الليدر العماني علي البلوشي. صبحك الله بالخير. شوف الشباب جاهزين. تصليحات سريعة. بس خلاص. احنا في منطقة اسمها الرستاق. جبلية بين الجبال، قطعنا تقريبا 70 كيلو. الشباب الحين قاعد يفششون عشان ندخل افرود. فول ادفنشر يا بن حسين. فول شنو؟ فول ادفنشر خالد. فول ادفنشر. فششت؟ فششت خالد. قطان الحبيب اهلين. قاعد يفشش. هذا منو؟ صباح الخير يا مساء الانوار. يا هلا بيبل. نفشش بالتواير. راح يتم العبور هني عن طريق الصخر هذا. شباب واقفين لاين. ما اقدر ما اقدر. وقت استراحتنا وقت الغداء الحين الساعة 2. ما شاء الله كل صينية فيها عيش دياي ولحم. دايت ها؟ فول دايت. هذا العيش العماني والله خليك هذا لحم اسمه شواء. شواء شربوا بيمشي ديو. نفسه احنا شلون مجبوس دياي حلو مع الشطة. يا ويك
بالعافية. يعطيك يا مصور. بالعافية. حالياً احنا في منطقة جمة متجهين إلى الرمال الأبيض. قاعد نفشش التواير. وقاعد ننزل الضغط ما بين 15 إلى 10 PSI. حاليا وصلنا رمال قبة جعدان. شوف المكان والاجواء. وين طقت عزوز؟ والله توك حيصعد الراجل ليش فيك؟ هناك شلون يصعد كذي؟ صباحكم الله بالخير. هلا علينا قاعد نتفخ توايرنا عشان نطلع على القار. تم الوصول الى جراج جي بورد في عمان. رحلتنا كاملة برعاية هذا الجراج، ما قصروا على الدعم وعلى السيرفس حق السيايير. تونا واصلين فوق قمة الجبل، وصلنا ما يقارب 1400 متر فوق سطح البحر. هني عندنا المكان اسمه مجلس الجن. طبعا هذه حفرة ما تشوف نهايتها، سبحان الله شيء وايد خطر، بس راح نحاول نطالع. طبعا كلهم قاعد يصورون. نشوف. يلا قدام قدام. يا صباح الخلميشي الخلموشو. شلون طريق مجلس اللين؟ شفتوا؟ شفنا مجلس اللين. الطريق والله شيق كان، والمناظر جبارة، والأمور والحياة سعيدة. وهذيل الأجانب بعيال عم آدم. حلو. آدم هذا عيال. شفته. الشطي شلون الطريق بالتويل؟ والله صعب صراحة. بس يستاهل المكان. يستاهل التعب هذا يستاهل. كله تويل أنت ها؟ دائما تويل. من الكويت لهني أنا تويل. أوكي. يعطيك العافية. عافيك حبيبي. احنا الحين وصلنا جبل قران. شوف الشباب. هذا انا مو الشباب. نواف القطران. بالعافية بالعافية. ما في دقوس اليوم. شطة. بالعافية بالعافية. بعد ما خلصنا غدانا نشوف لنا مكان نبات فيه. لقيت المكان ابو حمد؟ لقيته والله خوش مكان. فوق ولا تحت؟ انا ودي اوصلك مبكر على اساس تشوف المكان وتاخذ لك كم صورة قبل ما ننام. قبل لا تظلم الدنيا. قبل ما تظلم الدنيا بعد. ان شاء الله ان شاء الله. المكان اللي قاعد نمشي فيه حاليا روك راولينج عشان نوصل مكان التخييم.
يضبطون الصفطة. طبعا هناك البحر المكان ما شاء الله خيال. هلا ننصب الخيام. شنو بعد تحط هني؟ الشباب قاعد يجهزون. روحنا شوف هني مكان القعدة. زف بعد زف. شوف خيام الشباب. نبي لكم عين الحمراء. هي مو مدير. هي هو تشري حالة حالنا. هلا. هي ما عندنا مدير. الحين الساعة 8. هذه قعدتنا. خلصنا صبنا خيامنا. قاعد نضبط شاينا هنا. هلا بالشباب. حيا الله يا حسين. هيك عندنا الشاي والقهوة. وقدر ارفع الاخبار. اشوف قسم الشوي. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. مضبطيننا هالمشويات الطيبة. وشوف السمك هناك. نشوف بعد في شيء ثاني هناك. ما شاء الله. شوف كل شيء متبل. ماكو شيء ما يتبل هنا. شوف السمك شيء طيب. عشان اخواننا كثير ما بعد شبلي. سمك شعري. سمك شعري. شعري وشنو؟ صدى. حبار بعد ايه خثاق. الحبار اللي هو الخثاق. كل شيء في تتبيله هني. ماكو شيء ما يتبل. حتى النقانق يتبل.